مرحبا، بداية نتشرف بأننا كنا في هيئة الدفاع للمؤازرين لمعتقلي جمعية وكلاء فلسطين التنمية والتعاون. هؤلاء المعتقلون الذين تم متابعتهم من طرف النيابة العامة بناء على مقتضيات الفصلين 288 و595 القانون الجنائي. أطوار الجلسة لهذا اليوم أثرنا فيها طلبات أولية ودفوع شكلية. طلبات أولية كانت تتعلق باستدعاء بعض الشهود، منهم مصرحي محاضر الضابط القضائية وبعض الشهود الذين رأى الدفاع بأن وجودهم أو مثولهم أمن المحكمة، وإدلاهم بتصريحاتهم سوف يساعد المحكمة على الوصول إلى حقيقة الملف وإلى حقيقة التهم التي نسبت إلى موكلنا. طبيعة حال هذا الملف الذي تبع فيه أعضاء جمعية وكلاء فلسطين التنمية والتعاون وقفنا فيه على مجموعة من الإخلالات الشكلية، الإخلالات الإصدارية التي شابت إنجاز هذا المحضر الذي توبع هؤلاء المتهمون بناء عليه. سردنا هذه أو قمنا بسرد هذه الدفوع على هيئة المحكمة، خاصة ما يتعلق بخرق مقتضيات المواد 24 والمادة 57 والمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية. قمنا بما يجب القيام به، وضعنا المحكمة أمام مسؤوليتها في هذا الإطار. طلبنا منها أن تحقق الحق وأن تلتزم بالقانون وأن ترجع الأمور إلى نصابها وأن ترفع حالة الاعتقال على عن موكلنا. ممكن لهم كما قلت سابقا أعضاء للجمعية الوطنية وكلاء فلسطين. ثم تأخير الملف للتأمل في دفوعاتنا الشكلية لجلسة 26 من الشهر الجاري، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نرى عما قريب ممكننا وهم في حال الصراح، وأن يبتعوا يعني بحقوقهم كاملة كما صار القانون. شكرا.